خويا لقيت ما بين عندك كيبدا في الصباح، الصباح ملي كنجيو كنجيو واحد واحد لاصق على واحد، هادشي بدا ملي مني بدا كيريب داك لوطيل لينكول نحدي اللي كاين في السوق المركزي. المشاكل ديما هادي تقريبا شي 10 ايام وحنا كنعيشوها في الصباح وفي العشيه، ديما عامر ديما خصك ومشكل ما بين طرام وطرام 7 دقائق 10 دقائق او مع كورونا ما عرفناش غنديرو. روطار ما بين اذا كان حتى 7 دقائق حتى 10 دقائق ما بين طرام وطرام. هو الصحاب تقريبا الناس كلهم كيركبوا ولا لا؟ وكل شيء كيركب، كيبقى عدد قليل ولاصق واحد لاصق على واحد وفي الباء وكورونا والصاد. هادشي عينا منه، ما لقيناش البديل، بغينا البديل كيما لقيناش. خويا المشكل ديال الترام راه خصو يتحل في اقرب وقت ممكن، حيت بحال دابا بالنسبه للناس اللي عندهم قرايه ولا شي حاجه راه كيخصهم يضربوا الطريق. مثلا بحال دابا انا كنجي من عين السبع، كيخصني نجي من عين السبع حتى لهنا الانوال عاد نعاود نهبط للمدينه ونكمل عاوتاني على رجلي باش نمشي للمدرسه ديالي، دونك ما تيكفيناش الوقت. وهذا المشكل خصو يتحل في اقرب وقت ممكن، سينو راه ما خدمه ما والو. وسيرتو في هذه الوقيته فين كاين المرض راه هذا المشكل هذا راه خصو يتحل، راه كيكون زحام بزاف وبنادم ملاصق، دونك راه ما كاين لا ديستونسياسيون لا والو، هذا الشيء راه خطير بزاف على بنادم. كما كتشوفوا معنا الوضعيه اللي في الترام راه وضعيه مزريه، راه واصله للحضيض، راه الترام تيركبوا فيه بزاف ديال الناس ومضغط وداكشي ديال بحال الطوبيسات، يعني راه ما تبدل والو ملي تزاد الترام، راه لا حول ولا قوة الا بالله. راه ولا دابا الترام فيه الغيس وفيه كلشي وتيمشي بنادم تما تيبقاو يدافعوا، وفينا هو التباعد ديال الكوفيد زعما؟ على الأقل ينظموا غا هاد الفترة ديال الكوفيد ومن بعد يرجع الدجاج كما كان يبقى يدك بحال ديما، وراه بحال شي قفص ديال الدجاج. راه هادي أكثر حاجة نقدر نوصف بها الإحساس ديالي وسط الترام وكلشي كاع. ودابا الكوفيد راه دابا كيفاش غاتبعد مع الناس، كيفاش غاتحمي راسك من المرض؟ ما كاينش كيفاش، هو الوسيلة الوحيدة اللي توصل الناس فين تنقراو حنا بعدا بالضبط كطلبة. خويا بقينا فاهمين والو في هذا المغرب، هذا الاكتضاد كاين في الريستورات في المقاهي في الطاكسي بيض الطاكسي احمر، اما الطرام انت كتشوف فيه والوفات ديال البشر، ما كاينه مسافه الامان، ما كاين تباعد، ما كاين والو، والدرويج مسكين هو اللي واكل الدق، اما هما راه ديالهم هادشي، هادشي راه ديالهم من حقهم يخدموه. ودابا اللي سولت شي شمول طاكسي بيض مسكين اللي كيجري على روسيطه قليله اللي حقه الواد دايرين لك ثلاثة البلايص، ما تفوتش ثلاثة، هو الترام مهز أمة ديال البشر، راهم شراج مسدودين، ما كاينش بنادم منين يتنفس، يكثروا لينا شوية، يديروا لنا ترونسبوراج، يطلقوا الدرويش يخليهم ياكل، ليا باليمين ما كاينش الجامع، وتشي لاصق شي، تا شي غادي وتا واحد من وراك شاد فيك تاو، والطاكسي بيض دايرين ليه ثلاثة البلايص، حشوم هادشي والله تا حشوم. ديما كنطلع من المحطه ديال الترام وعامر، الناس ما كيعرفوش يتباعدوا بيناتهم، ومع كل ما كيبغوش سميتو كيبقاو حالين ضاربين بحال هكا، ومع فيروس كورونا كنبغي الترام اصلا كيكون عامر بزاف، ما كيحترمش الناس، واللي كيبقى كيجيو كيدفعوك، اللي كيحفط عليك، اللي كيبقى يدير عليك عطاس عليك.